الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله. بداية بنشكر المهندس ساهر أبو دراز والمهندس أحمد أبو مطلق على هذا المشروع القيم والمشروع المميز. لما اطلعنا على هذا المشروع تبين لنا يعني تسهيل أمور الصلاة للمصلين، وخاصة أولا قراءة القرآن، فعندما جعلوا القرآن يظهر على هذه الشاشة بصورته الواضحة هذا يسهل على الإمام أو المصلي أو قارئ القرآن تلاوة القرآن بشكل سهل وواضح. كذلك توقيت الصلاة وتحديد مواعيد الإقامة وتحديد يعني بعض النصائح والأدعية بين الإقامة والصلاة برضو هذا شيء مميز. فبصفتي كإمام مسجد بشكر الإخوة المهندسين على هذا المشروع، وبنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونتمنى نشوف إشي كمان يعني بيخدم هالمجتمع إن شاء الله بصورة أطيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بصفتك أحد المصلين، إيش رأيك بالمشروع؟ والله يا أخي بالنسبة للمشروع يعني ممتاز جدا، ويعني احنا بنبارك بالأيدي اللي قامت بعمل هذا المشروع بالنسبة لمسجد خليل مسجد أبو بكر الصديق، ونشد على أيدي كل من شارك في هذا الموضوع، جزاهم الله خير. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية صراحة يعني هذا المشروع مشروع قيم، مشروع بيساعد الناس كبار السن خاصة على ايش؟ اذكار بعد الصلاة ومواقيت الصلاة والامور هذه والقرآن، لأنه صراحة مرات انا واحد ناس مرات بنسى الاذكار وبنسى الامور هذه، بتلاقي هذا بذكرنا في الموضوع هذا. يعني والله المشروع هو لفت صورة جمالية للمسجد، نساعد المصلين على قراءة القرآن، ويساعد الإمام على قراءة القرآن في صلاة التراويح، ويعرض الاذكار بعد الصلاة.